غذوتك مولودا، يعني كنت أغذيك وأنت مولود إيه صغير، غذوتك مولودا وعولتك يافعا، ولما كبرت شوية كنت أنا الذي أعولك، غذوتك مولودا وعولتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهله، يعني أي حاجة بنجيبها لك بتاكلها وتشربها يعني لا تنكر شيء لأنك أنت ما زلت صغير. إذا ليلة نالتك بالشكو لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ، يعني لو بت في يوم أو في ليلة مريض كأني أنا ليه المريض وأنا الذي أصهر مكانك. يعني إذا ليلة نالتك بالشكو لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل، يعني أنت بتشتكي وأنا إيه وأنا أبكي. تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل. وبعدين بيقول له فلما بلغت السن، يعني لما كبرت انت شوية، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، يعني انت لما كبرت ووصلت إلى السن التي أأمل فيها أنك انت تساعدني في الحياة، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إن لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمالي دون مالك تبخل، يعني على الأقل بقول له يعني عاملني كما يعامل الجار، كما يعامل الجار ليه؟ نحن كنا نتحدث عن حسن الجوار، يعني إن لم تعاملني بالبر والإحسان على الأقل عاملني بحسن الإيه؟ بحسن الجوار. بيقول فليتك إن لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمالي دون مالك تبخل. وبعدين يقول له زعمت بأني قد كبرت وعبتني، كل شوية تقول لك ممكن تقول ده أبويا كبر وإيه وخرف، زعمت بأني قد كبرت وعبتني لم يمضي لي في السن 60 كملي، وسميتني باسم المفند رأيه، الإنسان المفند رأيه يعني الإنسان إيه المختل في 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 رأيه، يعني أحيانا بعض الآباء مع صراع الأجيال أو بعض الأبناء عفوا مع صراع الأجيال يظن كل أبوه ما يقول له رأي من الآراء يقول له لا أنت بتخرب، أنت لا 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 أنت إيش عرفك أنت بالأمور التي تحدث ليه الآن، لا أنت إيش عرفك أنت في التكنولوجيا وهذه الأشياء، إحنا أضرب إيه أضرب عصر. فيقول له وسميتني باسم المفند رأيه وفي رأيك التفنيد لو كنت تعقل.